أنا إن سألت الكون عني من أنا؟ أنا مسلم. هل تعرفون المسلمة؟ أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامي الحمى. أنا نفحة علوية فوق الثرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرى. ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله والله اشترى. الكون لي ولخدمتي قد سخرا، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي. حاشاي أن أصغي لدعوة ملحدي، وأنا فتى القرآن وابن المسجد. أبعد كل هذه الأمور أترك دين الله تعالى وشرع الله عز وجل وعلا، خشية أن يقال بأن فلان مطوع؟ عليك أن تتشرف بأن يقال لك بأنك مطوع، إذا أنت مطيع لدين الله تبارك وتعالى.